على البركة مباشرة، نشوة في الصدارة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد المنتشي. مطر بسيف الاحد الهاجري، من يتابع هذا الانطلاق؟ من يسير مع هذا الاسم؟ يتابع المركز الاول باداء جميل ومتميز، المركز الثاني وصلت ابها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن عبيد السبوسي، انتقل مباشرة الى زاهية من الجانب الاخر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الاوسط، من يتواجد وينطلق من خلال تواجد هذا الشعار؟ ياتي من الجانب الاخر، بينما الدخول في هذه اللحظات من خلال الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد، من يتواجد على المركز الرابع؟ المركز الخامس وصلت سلام من هجن الرياسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يقدم سلام في هذا الانطلاق؟ بينما المركز السادس وصلت الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير والتدريب، بينما نقلتنا مباشرة الى المركز السابع. هنا وصلت في هذه اللحظات، وصل الحمر، بدأ الخطر مع العنود من هجن الرياسة. مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز يقدم انطلاقة رائعة، يقدم اداء جميل كما قدم اول اشواط هذا المساء، ليتواجد هنا ويقدم هذا الاسم، اسم العنود. بدأت تغير من مركز الى اخر. وين مركزك يا العنود؟ تقول مركزي الاول، مركز الصدارة، ما دام انا احمل هذا الشعار الاحمر الخطر. الله الله الله، وصلت هجن الشحانية الغارية، سالم بفاران المري الذهبي يقدم الغارية، ولكن الوصول من الفدا لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي يتابعها في عملية التضمير والتدريب. نقلتنا مباشرة الى الاسم القادم، وصلت هناك محاولة محاورة وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيق بن سالم بالعرطي المتمرس بدأ يتمرس، بدأ ينطلق، بدأ بالمحاورة في هذا الشوط. هناك المركز العاشر، هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء القوية، هكذا هو أول أشواط المهجنات. إذن الستة كيلومترات هي المسافة المقررة، ولكن هناك مضمر الشرق الأوسط يقدم انطلاقة رائعة مع زاهية بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن وصلت العنود، وصلت العنود، وصلت العنود في هذه اللحظات من هجن الرياسة، يتواجد المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. الشكلة بدأت تشكل، الشكلة بدأت تشكل، المثلث الذهبي لتاتي بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة يتواجد في هذه اللحظات، ولكن هناك طارش بن مبارك بالقوبع يتواجد دائما، يتواجد هنا ايضا طارش. وشفت شنبه طاير على فوق كانه يبغى يعيد ماضيه المشرف، ماضيه المشرف مع هذا الشعار. ويلا يا طارش، يلا يا طارش، خلك ايضا في المركز الاول يا مع زاهيه. زاهيه تحمل هذا الشعار، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ليتواجد على المركز الاول. ولكن الخطر، الخطر حمر مر وعبر، بدات عنود، عنود الصيد تنطلق من خلال تواجد المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، ليقدم شعار هجن الرياسة بهذا الاداء الجميل، بهذا الاداء الامتياز. هنا ياتي على المركز الثاني، المركز الثالث، الوصول من الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة وصل في هذه اللحظات، ولكن هنا القادمة الف هدى لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي، الينيبي
النيبي وصل، بدأ ينطلق، ولكن هنا أبها، وصلت أبها، انطلقت أبها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد السبوسي. الغارية بدأت تنطلق من مركز الآخر من هجن الشاحانية، يتواجد سالم بن فاران المري. الذهبي بدأ ينطلق، وصلت من الجانب الآخر هجن الرياسة ليتواجد الظاهر مقدما لسلام. وين الموقع؟ الكيلومتر الأخير، دخلنا أجواء، دخلنا أجواء. العنود 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 بدأت تذهب إلى الصدارة والمركز الأول لهجن الرياسة ليتواجد المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. الله الله الله، ما شاء الله، بدأت تأتي بهذا العرض الرائع بدون أي أوامر تذكر. لله درك المميز، لله درك المميز. وصلت سلام، انطلقت سلام لهجن الرياسة. الظافر الظافر والمميز يقدمان شعار هجن الرياسة على المركزين الأول والثاني في منطقة الأعلام وجولة الأوامر النهائية. الله 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 الله، في رصيدها سيارات، في رصيدها فوز، في رصيدها انطلاقات رائعة. وقبل أسبوعين سجلت أيضا الفوز بالمركز الأول هناك بميدان الشحانية بسباق سمو أمير دولة قطر، ولكن تعيد الأمجاد، تعيد الانتصارات مع شعار هجن الرياسة برفقة المميز مبارك بن أحمد المايد الخيلي بأداء رائع وجميل لتاتي النقطة الثانية في هذا المساء. على التوالي على التوالي، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي لحظات الوصول. تهانينا والناموس، واسعد الله مساك يا المميز على هذا الأداء الرائع والجميل، وتهانينا والناموس لعشاق الرياسة ومتيميها. المركز الثاني، هناك سلام لهجن الرياسة الغارية من هجن الشحانية. في المركز الثالث، المركز الرابع، وصلت هناك زاهية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والمركز الخامس، الفائزة من هجن الشيحانية. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي سيدة القنوات الرياضية ومتابعي أيضا قناة دبي ريسينج، هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر شاهدنا الشوط الأول الخاص بالمحليات، وشاهدنا الشوط الثاني الخاص بالمهجنات. هجن الرياسة من تسطر اسمها بأحرف من ذهب. هكذا مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، إذا نأتي بالتوقيت الزمني من خلال تواجد هذه أيضا الانطلاقة الرائعة والجميلة. التوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الله الأفضل بالفعل، 9 دقائق 13 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. بن حضيرم يقول لي صحيح أن الأفضل. العنود، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وتهانينا للمميز. المركز الثاني، كانت سلام 9 دقائق 15 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لظافر المضمرين علي بن ميل للوهيبي. الغارية من غارت على المركز الثالث لتاتي بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفاران المري. تهانينا أيضا والناموس على هذا الأداء الجميل. عطنا يا الهواري المركز الثالث ب9 دقائق 16 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونجدد التحية واللقاء من جديد من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، هذا الذي يشهد هذه الانطلاقات لشوطنا الثالث. ينطلق على بركة الله تعالى وتوفيق منه، نتمنى التوفيق والنجاح. هذا الشوط هو يعتبر الانطلاقة الأولى للجعدان.